أوديولابي، شارك المعرفة. Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. يعرفك الكتاب على طريقة تقسيم المهام في الدماغ وعلى تفاعله مع الواقع وعلى كيفية خداعه. Redirect by Timothy Wilson. إن كنت تطمح لتغيير بعض عاداتك اليومية أو عادات الأشخاص الذين تتعامل معهم فهذا الكتاب لك، إذ يعرفك على الطرق التي تعمل والتي لا تعمل مستندا على أبحاث علمية. Drive by Daniel Pink. يطرح هذا الكتاب فكرة التحفيز، فإذا أردت التعمق في كيفية تحفيز الإنسان في الحاضر وعبر التاريخ هذا الكتاب مناسب جدا. The Invisible Gorilla by Cabris and Simon. ثمة الكثير من الأشياء التي نراها ونشعر بها وهي قد تكون غير موجودة فعلا. هذا الكتاب يفسر أبحاث كاربس وسايمون حول الأشياء التي نختبرها ولكنها غير موجودة في الحقيقة. Strangers to Ourselves by Timothy Wilson. إذا كنت مهتما بالوعي وكيفية اتخاذ القرارات هذا الكتاب لك، إذ يقدم أدلة فلسفية وعلمية حول مصدر القرارات وكيفية تشكيلها. Stumbling of Happiness by Dan Gilbert. التخطيط الواعي للمستقبل هو ما يميزنا عن الحيوانات الأخرى، لكن دماغنا يتأثر بالكثير من العوامل كالتحيز والذكريات التي قد تتلاعب بتصورنا للمستقبل. هذا الكتاب يشرح توقع السعادة ضمن تلك العوامل. The Power of Habit by Charles Duhigg. ما هي العادات الشخصية والسلوكيات؟ كيف تتشكل؟ كيف نغيرها؟ وما مدى تأثيرها؟ هذا الكتاب يطرح هذه الأسئلة ويحاول الإجابة عنها بطرق علمية. The Art of Choosing by Gina Einger. كتاب طويل نوعا ما يرتكز على الأبحاث العلمية ومن أفضل الكتب حول كيفية اتخاذ القرارات. لماذا نختار ما نختار؟ لماذا نفضل خيارا على آخر؟ كيف يتم تحويل القرار إلى فعل؟ Made to Stick by Chip Hath and Dan Hath. يطرح هذا الكتاب دراسة في الأشياء التي تشد انتباهنا والتي تقوي استرجاع الذكريات والأشياء التي تساعدنا على اتخاذ القرارات. The Inner Ape by Franz De Waal. دراسة حول السلوك الحيواني خاصة الشمبانزي والبونوبو وربطها بالسلوكيات البشرية. يشرح الكتاب الكثير حول الموروثات التطورية التي اكتسبها الإنسان من أسلافه عبر سنين وخاصة فيما يتعلق بالأخلاق. Free Will by Sam Harris. يحاول الكاتب شرح أن حرية الاختيار مجرد وهم، بل نحن مجرد مشاهدون لأجسادنا التي تقوم بأفعالنا من أجل الاستمرار، كما يحاول تأكيد فكرته من خلال الأبحاث العلمية والفلسفية. من الصعب جدا أن تقتنع بحرية الاختيار عند الانتهاء من هذا الكتاب. تجدون روابط شراء هذه الكتب في مربع الوصف أسفل الفيديو. خدمة شحن مجانية ولجميع أنحاء العالم. استمع إلى أروع المقالات والملفات الصوتية وحملها مجانا عبر موقعنا www.audiolabi.com. Audiolabi، شارك المعرفة.